اوكي يا جماعة، النهاردة هكلمكم عن الكوميتمنت، الالتزام. ناس كتيرة قوي بيبقى عندها مشكلة ان هي تقبل على التمرين لان هي مش واثقة في نفسها ان هي هتكمل، لان بيحصل كتير قوي ان هي بتتمرن وما بتكملش، وده بتبقى مشكلته معروفة ان احنا بنبقى رابطين الورك اوت او الاكسرسايز بتاعنا رابطينه بحاجة انستيبل في حياتنا، حاجة مش ثابتة. زي مثلا فور اكزامبل خارجين مع اصحابنا، لا انا هتمرن قبل ما اخرج عشان هخرج مع اصحابي، او هخرج مع اصحابي وبعدين اجي اتمرن، او ان انا مثلا رايح الكوافير فهروح قبل الكوافير عشان هعمل شعري. فكل دي حاجات اون ستيبل في حياتنا مش ثابته، ما ينفعش ان احنا نربط بيها التمرين بتاعنا. الحاجتين الثابتين في حياتنا اللي المفروض نربط التمرين بتاعنا فيها هو النوم والشغل. دول الحاجتين اللي ثابتين جدا في حياتنا بنعملهم اولموست كل يوم، والمفروض ان احنا لو ربطنا التمرين بتاعنا بالحاجتين دول هنمنتين التمرين forever ان شاء الله، وهيبقى lifestyle. شكرا.